سينضم إلينا من الدوحة مباشرة الزميل سفيان الراشدي طبعا للاطلاع على الأجواء التي سفيان مساء الخير. مساء النور سهام، مساء الانتصار. نعم. انتصار مهم اليوم وتأهل مستحق، تأهل تاريخي للدورة الثمنى النهائي لكأس العالم بعد غياب لمدة 36 سنة. نعم، القبعة ابتكار جديد، هذه أول مرة نشوفها. نعم، عطى لي عن طيب خاطر وأنا معك سهام. نعم، لا لا، سر القبعة. قل يا سر القبعة، لأن أنا أول مرة نشوف هذه القبعة الجميلة. سر القبعة هاد المجموعة، هاد المجموعة ديال المغاربة جاو من جنيف، داروا هاد لو تيم هذا ديال القبعات باش يساندوا الفريق الوطني. جيت أنا وقفت عليهم، خديت لهم قبعة واحدة من هاد القبعات. ستة، شحال أنتم؟ ستة ولا سبعة؟ سبعة. سبعة بقاو ستة، وهي السبعة عندها سهم. وبغيت الثامنة ما كايناش. سفيان كنشوف يعني الملامح، الفرحه. قلت لكم زميله سهام واش عندكم قبعه ثامنه توجدوها لها ان شاء الله؟ ان شاء الله ان شاء الله. وجودها وجودها ان شاء الله. ملي نكونوا جايين ان شاء الله نجيبوا الكره. نطولوا شويه سهام، مازال مطولين ان شاء الله. سفيان ابرامي حتى هو قال لك بغى حتى هو القبعه، والسي حسن مؤمن، اذا كلنا بغينا. على اي ان شاء الله نتمنوا نتمنوا ابرامي وحسن مؤمن تما بغوا قبعه، صافي يكونوا هانين. ليفريزون دو مونا. نعم ان شاء الله، ويمكن الطموحات والمطالب غتكبر مع تقدم المنتخب الوطني في المنافسه في هذه النسخه من نهائيات كاس العالم. سفيان، كيفاش هي الاجواء؟ كيفاش عشتوا الفرحه والاحتفاليه بتاهل المنتخب الوطني الى الدور الثاني من نهائيات كاس العالم؟ فرحة استثنائية اليوم في ملعب تماما في قطر، فوز الفريق الوطني على منتخب كندا، فتح له أبواب الدورة الثمنى النهائي. تكبر الأحلام والثقة تتزايد في العناصر الوطنية. تابعت سهام ردود فعل لاعبي الفريق الوطني، مردود طيب سواء في المباراة الأولى والثانية والثالثة. مباراة اليوم كانت صعبة، عشنا على أعصابنا، لكن في النهاية كل شيء يهون في سبيل الإنجاز المحقق وهو بلوغ الدورة الثمنى النهائي. ولو أنه أؤكد أن سقف الأحلام يكبر اليوم، أوقعتنا الأقدار في مواجهة منتخب إسبانيا الذي نزم اليوم أمام اليابان، الفرق التي تبحث عن التقديم الأفضل دائما أو لا تهاب أي فريق كيفما كان نوعه. واجهنا إسبانيا في آخر نسخة لكأس العالم وتعادلنا معه، وكنا قريبين جدا من تجاوزه بقيادة إيرفي رونار. وليد اليوم قال نفكر سنفرح هذه الليلة وبعدها سنركز على المباراة المقبلة، والمباراة المقبلة ستكون أمام الماتادور الإسباني. على أي أن الأفراح أفراح كانت استثنائية. سأحاول إشراك بعض أفراد الجالية المغربية المقيمة في جنيف السويسرية. نبدا من السيد اللي خديت له القبعة فقط باش ندير شوية ديال التوازن. أجا أخي العزيز، أجي أنت. أكيد أن الفرحة كانت استثنائية اليوم هنا في الدوحة القطرية. كاين واحد صحيح، أنا جيت من نيوشاتيل والأصدقاء ديالي جاو من لوزان. من لوزان، من لوزان السويسرية، وانا من نيوشاتيل. ودروا خطر تنزل جنيف. مرحبا بهم، مرحبا بهم. نعم تفضل. نعم، كيف كانت الفرحة اليوم؟ الفرحة كانت استثنائية، انه كنا جايين زاعمين باش ندوزوا الدور الثاني. نعم. ولكن بعد هذه المقابلة الثلاثة احنا ما بغيناش الدور الثمن، بغينا نمشيو حتى الدومي فينال والفينال، وعلاش لا ما نديوش الكوب؟ دابا مقعدنا اي فريق ما تيخوفش الفريق المغربي. عندنا حنا نصوم متنو دي زيكيب ايغو، حنا كنا في نفس المستوى. وانا نطلب واحد، نصيفط واحد الرساله للسيد الكراكي وكاع الجنود ديالو من الفريق المغربي، اننا جميع الفرق في نفس المستوى، حنا بغينا نشوفوا الدومي فينال ولولا الفينال ان شاء الله، وعنمشيو لسويسرا عادي نوصلوا تما وعاد نرجعوا ان شاء الله بور الكارد دو فينال ان شاء الله باذن الله. كنتمنوا التوفيق. ناخذوا المشجع اخر دائما. لوزان نيوشاتيل، لوزان، قوم على لوزان. كيفاش الفرحه اليوم؟ فرحان، مباراه اعصاب لكن تدبير جيد للفريق الوطني. في النهايه التاريخ يحتفظ بالانتصارات، لانه 36 سنه، 36 سنه ماشي سهل انك ما توصلش للدور الثاني لمده 36 سنه. وهو ما نساوش بان واحد هذا التاهل راه تاهل ديال الجيل، راه 36 سنه راه كاين الناس اللي ما عاشوش التاهل ديال 86. حنا ربما كان عندنا الحظ شفنا ذاك التاهل ديال 86 وكنتذكروا لانه كنا صغار. نعم. الان كنعيشوا واحد التاهل اخر ديال الدور. كنت في عمرك؟ كانت عمري 11 سنة. تبارك الله، بحال كراكي تو 11 سنة. والآن بعد 36 سنة كنعيش واحد التأهل تاريخي، لأنه يعتبر من الإنجازات القليلة ديال كرة القدم الوطنية. عندنا كأس إفريقيا وحدة، عندنا تأهل واحد ديال الدور الثاني لكأس العالم. دابا ولاو جوج والحمد لله.
كارت فينال ودومي فينال وفينال وكاس العالم. نحلموا اسيدي، نحلموا كاملين. شوف نحلموا كاملين، نحلموا كاملين. معنا واحد المناصر سعودي سهام اثارني واجا شباب. هذا المناصر السعودي سالته عن مباراه اسبانيا المغرب في الدور الثمن النهائي لمنافسات كاس العالم، فكانت اجابته كيف تترقب مباراه المغرب واسبانيا؟ الجيل الحالي من المغرب اعتقد انه حقق انجاز ما تكرر من 36 سنه. نعم. الفريق قادر على تجاوز اسبانيا، نتكلم وفق الورق وفق اللاعبين والجوده اللي يمتلكها الفريق، هو قادر ان شاء الله. انا صراحه كعربي وكسعودي قبل ذلك انا فخور بانه المنتخب المغربي. نعم. كسر قاعده المشاركه المشرفه. احنا الان انتصرنا وانتقلنا لدور 16 كمنتخب عربي. منتخب المغرب الان هو المنتخب الوحيد الباقي في البطوله، هو يمثلنا كلنا كعرب. احنا فخورين فيه، وان شاء الله باذن الله مباراه اسبانيا حنكون مناصرين، وباذن الله نقول ديما مغرب ان شاء الله. شكرا، هذا انتصار لكل العرب. اولا نشكرك سيدي المحترم على القبعه، كنشكركم بزاف. كنشكركم بزاف، بارك الله فيكم. مازال تشوفوا ان شاء الله باذن الله. اكيد ديما مغرب شالالالا، 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 ديما مغرب. سهام، شكرا. بارك الله فيك أخي، شكرا.